بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل الآن محاضرة الـ Bones of the Upper Limb، وبدي أكد على حاجة بس بخصوص الفيديو السابق. الآن إحنا قلنا هذه بنسميها تروكليا، lower end of the humerus، اللي زي البكرة بنسميها تروكليا. فوق التروكليا في حفرة فوسة، بنسمي الحفرة كورونويد فوسة، خلاص. ليه؟ بيدخل فيها الكورونويد بروسس دي of the ulna لما نيجي نعمل فليكشن. طيب دي اسمها كابيتيلم. كابيتيلم بتكون لاترال والتروكليا بتكون ميديال. الكابيتيلم فوقها حفرة بنسميها راديال فوسة، بتخش فيها مين؟ هيد اوف ذا راديوس لما نعمل فليكشن. دي سميناها اوليكرونوم فوسة، بتدخل فيها الاوليكرونوم بروسيس اوف ذا النا. طبعا الكلام ده على الباك اوف ذا لور اند اوف ذا هيمرس، هذه حبيت أكد عليها. كمان عندنا هنا البايسيبيتال جروب اوف ذا هيومرس، عبارة عن مكوناته ثلاثة أشياء: ميديال ليب من جوا، لاترال ليب من برا، والفلور الأرضية حقت البايسيبيتال جروب. ليه مهم؟ لأنه كل شيء بيمسك فيه حاجة. فنيجي نلاقي الميديال ليب ماسكة فيه تيرز ميجور مسل، لاترال ليب ماسكة فيه بكتوراليز ميجور مسل، الفلور ماسكة فيه لاتسمس دورزاي مسل. فدي مكونات البايسيبيتال جروف بالأشياء اللي ماسكة فيه. نيجي بعد كده للراديوس، والراديوس هي تعتبر اللاترال بون of the forearm. It articulates above مع الهيومرس at the elbow joint، ومع السكافويد واليونيت at the wrist joint، ومع الألنا من فوق ومن تحت at the superior and inferior at the distal radio ulnar joint، مع الألنا at the distal radio ulnar joint. إذا عندك هنا superior radio ulnar joint وعندك inferior radio ulnar joint. ال upper end هو عبارة عن head والneck، الجزء الصغير ده، وtuberosity، هذا بنسميه radial tuberosity. هذه أهم شيء، يتسمي radial يتسمي bicipital tuberosity. الشاف زي ما احنا شايفين wider above wider below than above، يعني عكس بعض. هنا تلاقيها صغيرة من فوق ومن تحت كبيرة، والألنا العكس، من فوق كبيرة ومن تحت صغيرة. بنلاقي فيها اللاترال أسبكت حقها في منطقة خشنة هنا، دي شايفينها، دي بنسميها برونيتور تيبريكل at middle of its lateral aspect for the insertion of pronator teres muscle، وده بنسميه anterior oblique line. anterior oblique line من الأمام، من الأمام هذا بنسميه anterior oblique line. طبعا لها borders اللي هي anterior border و mid interosseous border و posterior border. في lower end عندنا بروز، البروز هذا اللي نازل على مستوى العظمة اسمه styloid process of the radius. وفي عندك ulnar notch for the articulation، هنا بتكون على medial aspect for the articulation of the with the head of the ulna. وفي عندك من وراء اللي يميز ال lower end حقة ال ulna، وجود الدورزل dorsal tubercle. dorsal tubercle، فشوف هنا ده البروز ده اللي بالطول كده من وراء بسموه dorsal tubercle. dorsal tubercle. وطبعا شفنا ال ايه التبروستي حقها، وحنوقف هنا ال ulna وحنشوفها في فيديو مختلف جديد. السلام عليكم.